تقول القصة أن رجلاً اشترى في قديم الزمان حماراً لأول مرة في حياته. من فرحته في الحمار أخذه إلى سطح بيته. صار الرجل يدلل الحمار ويريه مساكن قبيلته وعشيرته من فوق السطح حتى يتعرف على الدروب والطرق، ولا يتيه حين يرجع للبيت وحده. وعند مغيب الشمس أراد الرجل أن ينزل الحمار من على السطح لإدخاله الإسطبل، فحزن الحمار ولم يقبل النزول. فالحمار أعجبه السطح وقرر أن يبقى فوقه. توسله صاحبنا مرات عديدة يا حمار، وحاول سحبه بالقوة أكثر من مرة، أبداً لم يقبل الحمار النزول. لكن الحمار دق رجله بين قرميد السطح وصار يرفس وينهق في وجه صاحبه. البيت كله صار يهتز، والسقف الخشبي المتآكل للبيت العتيق أصبح عاجزاً عن تحمل حركات ورفسات الحمار. نزل الرجل بسرعة ليخلي زوجته وأولاده خارج المنزل، وخلال دقائق انهار السقف بجدران البيت ومات الحمار. فوقف صاحبنا عند رأس حماره الميت وهو مدرج بدمائه وقال: والله الغلط مو منك، لأن مكانك دايما تحت، الغلط علي أنا اللي طلعتك على السطح. من الصعب إنزال الحمير الذين تم إيصالهم لمكان غير مكانهم الحقيقي. لا يلام إلا من أوصلهم لهذا المكان، فعند تعيين أناس غير مناسبين في مواقع القرار لا عجب من انهيار المنظومة وتصدع البيت. الحمير كثرت على أسطحنا حتى تزعزعت دعامات الوطن، فهل من معجز لإنزالها؟ لأن من يصعد السطح منهم لا يقبل أن ينزل قبل أن يهدم البيت. لكن اليوم يأتيكم رئيس وزراء جاء منذ تسلمه منصب رئاسة مجلس الوزراء وهو يعمل كالمكوك. هذا رأي العراقيين وليس رأيي، وردود فعلهم على تويتر وفيسبوك ويوتيوب. جاء الكاظمي يزلزل الأرض تحت حمير الفساد بأعلى درجات ريختر، فهل تفسحون له المجال لصنع الكثير بدلا من بعض من سرقوا العراق بالدهاء وعقلية الحمير؟ أهلا بكم في برنامجكم العراق وقصص أخرى.